طبعا احنا بنشكر جميع الساده المسؤولين على تواجدهم السريع وحسن تعاونهم مع التجار والسيطره الكامله على الحريق. لك ان تتخيل، انا عايز اقول لحضرتك ان ممكن الموضوع كان يعدي يخش على السكه الحديد، على المدارس، على الموضوع. الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نلحق الموضوع مع الوزير المحافظ، كان متواجد معانا من اول لحظه، والاستاذ هاني الجوي رئيس مجلس المدينه وكل القيادات السياسيه ومدير الامن. احنا بنشكر جميع قيادات بني سويف، جميع رجال اعمال بني سويف وجميع تجار بني سويف وجميع احزاب بني سويف وجميع النواب في بني سويف. الناس دي دلوقتي الحمد لله رب العالمين في حركه كبيره من رئيس الجمهوريه، وبعتوا لنا المواطنين العرب وجايبين لنا المعرض. احنا دلوقتي داخلين على بضائع يا جماعه، الموضوع معدي بضائع ب 70 80 مليون جنيه، محتاج تكاتف جهود الشعب السويفي. وانا اللي شفته في التكاتف اللي حصل في الحريق ده في بني سويف ما شفتوش خالص. محتاجين نكمل جيميننا مع الناس دي ونعمل فيكم خير ان شاء الله رب العالمين. طبعا احنا بنشكر كل الجهات المعنيه وساده الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياده المحافظ وكل اللي اتدخل ووصل صوتنا، وبنطالب الناس تخليها واقفه معانا برده وجنبنا، ان احنا خسرنا كتير واتضررنا كتير يعني، وكل اللي نفسنا فيه ان احنا نقوم على رجلنا تاني ونقف ونعرف نفتح بيوتنا تاني يعني. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله يعني الامل رجالنا كلنا، ناس وماضيه وصولات امانه اللي بنص مليون، ناس بيوت مفتوحه من وراها، اصغر واحد عنده 13 سنه شغال معايا بيصرف على بيت، كله هيتعوض باذن الله. بس خطوه حلوه يعني ان الرئيس يفكر فينا. مشكور سياده الرئيس، استجاب استجابه سريعه جدا لطلبات سياده الوزير هنا وطلبات الشباب كلهم اللي كانوا موجودين، ولقينا تنفيذ في اقل من 72 ساعه. فعلا اهتمام من القيادات كلها وكده، فعلا نقول تحيا مصر، تحيا مصر مش بالورق، تحيا مصر باللي احنا شايفينه، ان فعلا في شركات مقاولات واقفه وفي فعلا شغل في البلد. يعني احنا كلنا كمواطنين سويفية تأثرنا جدا وتأثرنا بالحادث اللي كان أصاب بعض الزملاء وبعض الإخوة لينا في المكان اللي انقطع عيشهم، طبعا تسبب فيه ناتج حادث حريق. طبعا مع رغم ان كان في جهود كبيره جدا من الدفاع المدني للسيطره على الحريق، لكن كانت الحريقه اكبر من اي جهود تقدر تحتويها. ادى طبعا الحريق اللي زي ما حضراتكم شايفين دمار شامل لكل المنطقه وتضرر حوالي 103 محل كانوا متواجدين في المكان. طبعا في اول يوم بعد ازاله اثار اطفاء الحريق نفسه قدرنا نسيطر على الحريق الحمد لله. صدرت توجيهات من سيد وزير الاسكان لرئيس مجلس اداره الشركه بضروره التحرك الفوري من الشركه، والشركه طبعا بتطلع بدورها المجتمعي، قامت اتحركت. طبعا تم الدفع بعدد 5 عربيات نقل تقيل و2 عربيه مسطحه، وتم الدفع بعدد من اللوادر. النهارده كان اول يوم عمل لينا الحمد لله، قدرنا نقسم الشغل لعدد من المجموعات. كان كل مجموعه متكون من عربيات وعماله وراها، كان برضو في عدد من المهن المساعده قدرنا ندفع بيهم لحامين، نقدر ان احنا نقطع الانقاض لان كان صعب ان احنا نقدر نفتح مسارات لدخول العماله. قدرنا نفتح في الاول كده، فتحنا مسارين لدخول العماله بحيث ان احنا نقدر ندخل العماله. العماله دخلت والحمد لله تمكنا من تنفيذ الاعمال. طبعا كان معانا الوحدات المحليه، الوحده المحليه مركز محافظه مدينه بني سويف ورئيس مجلس المدينه، وشرفنا اليوم بزياره السيد المحافظ للطمنان. طبعا وجه وشاف سير الاعمال، استمع في البدايه طبعا لاراء المتضررين، شرحنا له وضع مبسط كده سريع ان مجموعة المحلات على مساحة حوالي نص فدان، كان يعني 2700 متر مسطح تقريبا، كان فيهم 103 محل. المحل دي ليهم أنشطة مختلفة. طبعا الرسالة اللي ظهرت على أرض الواقع النهاردة إن إحنا كدولة بالكامل متواجدة في ظهر كل واحد، قدرنا نقف مع الناس، وإن شاء الله هنكمل معاكم لحد ما نقدر نوصل الوضع لأحسن مما كان إن شاء الله.